يا هلا، انا اكثر طريقه بحب ارحب بضيوفي واصحابي على البيت بحب اعمل لقمه طيبه. واللقمه الطيبه انا اليوم اخترتها باستعمال الاجبان الهافارتي متشكله، وراح اعملها بطرق مختلفه كل وحده لحالها. طبعا الجبنه والبطيخ يعني مين ما بحبه، انا بحبه كثير. انا بجيب بطيخ مقطعته مكعبات، بعدين الجبنه الهافارتي الكريمي القشديه بحط شقفة بالنص، وبعدين بختار ورق النعنع. كل واحدة بتاخد ورقة، وبعدين بالعود الخشب بغزها هيك. وإذا عندك طفل صغير يساعدك، هاي أحلى فرصة يساهم بالمطبخ. وبعدين آخر رشة هي ماء الورد. هلأ هون أنا عندي زعتر أخضر، رح أقطف كم شقفة هون حطهم على جنب. وتاني لقمة طيبة رح استعملها، أنا عندي هون خبز محمص، هون عندي زيتون مع ثوم مطحون فبصير يعني قابل للدهن. وبعدين بختار الجبنة الهافارتي اللي على طعم الثوم بنحط من فوق. وبعدين هون عندي بندورة مشوية بالفرن كمان، وبعدين ورق الزعتر بحطه آخر شيء كزينة. أنا لما بحب أعمل تشكيلي لضيوفي بحب كمان أختار أكلات مختلفة يعني بالنكهة. فأنا هون رحت على أكلة مكسيكية، أخذت تورتيا قصيتها دويرة، أوكي، حطيت عود فيها ودهنتها بزيت الزيتون وخبزتها بالفرن، وهي النتيجة، فبيطلع لي تاكو صغير. فأنا عاملي هون واكامولي من أفوكادو وثوم وليمون وشوية بندورة وكزبرة. وبعدين الجبنة الهافارتي اللي بتمشي مع هاي الأكلة الهالابينيو اللي فيها الحر، فهايها بحطها على جنب، وكمان بقدمها على الصينية لضيوفي. وهون عندي تمر، كمان إشي ما بده أي طبخ أو أي تحضير، بقص حبة التمر وبشيل النوى، وبدال النوى أنا بحط حب لوز مدخن محمص. وبعدين باخذ الجبنة الهافارتي الكريمي وبحطها بالنص، طبعا نختمها بالعسل الصافي.